السلام عليكم. هنتكلم اليوم على الليد لاج ديزاين باستخدام البودي بلات، وحنعطي اكزامبل ونعطي بروسيجر كيف نشتغل عليها. هذا اللي تكلمنا عنه المحاضرة اللي فاتت. تكلمنا على الكنترولر، الديجيتال كنترولر، تكلمنا عن في عالم الديجيتال كنترولر، في عالم الزي دي زي، تكلمنا كيف نروح للدي دبليو، وهنا الاسامبشن اللي بنعمله الدي سي جين بدي يساوي 1 عندي، اور دبليو بدي يساوي الزيرو اللي عندي. فصار الشكل عندي هاي الكنترولر اللي عندي في الدي دبليو، عندي اي زيرو، عندي دبليو اوميجا، دبليو زيرو اوميجا، دبليو بي، هدول اللي بدي اجيبهم اللي هم البارامترز تبعات الكنترولر. الان بعد لما اجيبهم بروح بحول تاني للدي زي، للزي دومين، باستخدام زي ما عملنا قبل البايلينير ترانسفورميشن، وهذه باعتبارها بتساوي الكي دي سي، وهذه الزي زيرو، هذه الزي بي اللي عندي تبعات الكنترولر في عالم الزي دومين. اوكي، هذا اللي تكلمناها. الان لما نيجي نطلع على الفيز لاج كومبنسيتر، ايش البروسيجر اللي احنا بدنا نعملهم؟ البروسيجر اللي عندي بدي اطلع على الماكسيمم فيز شيفت، دائما بطلع عليها الماكسيمم فيز شيفت البي ام اللي هي عادة 90 درجة. هذا أكتر إشي ممكن، وهذا not realistic. عادة الرياليستيك فاليوز بتوين 50 ل 70 درجة، هذه اللي بشتغل عليها. وهذه زي ما حكينا depends on المواقع الأوميجا دبليو زيرو والأوميجا دبليو بي قديش بعاد عن بعض. عادة لو كانوا قراب على بعض هتلاقي البومب صغيرة، يعني الفيز كونتريبيوشن صغير. لو كانوا بعاد عن بعض هلاقي البومب تزيد في هذا المجال. هاي شكل اللاج كنترول، وقلنا هذا عبارة عن لو باس فلتر الشكل تبعه، وهاي البومب اللي عندي للداون. هذه كل ما كانت هذه أبعد، الأوميجا دبليو زيرو أبعد عن الأوميجا دبليو بي، كل ما كان الفي ام اكبر، لانه هذه بتبدا عندي بوينت واحد وبتنتهي ايش بتن اللي عندي. لما هذه تكون اكبر من يعني تو ماجنتيود حوصل 90 درجه، وهذا نوت رياليستيك اللي عندي. يعني هذه لو كانت 10 مثلا 10، هذه لو كانت 50 معناته الزاويه اللي عندي الكونتريبيوشن تقريبا حتكون حوالين 45 درجة. لو كانت في 70 تقريبا حتكون حوالي 70 درجة، وهكذا. الآن هاي الإفكت اللي عندي، إذا بنلاحظ هاي الأصلي وهاي الكمبنسيتد سيستم. عند الكمبنسيتد سيستم إيش اللي بحصل عندي؟ هذا الجين صار أبدر. إذا بتطلع هذه جاي من تحت وهذه نازلة تحت. الفيز مارجن، هنا الجين مارجن كان زيرو، الجين مارجن زاد عندي. هنا الجين مارجن، الفيز مارجن حلقي برضو في تغير له في الإيجاب في هذا المجال. هذه اللي شفناها الموجود عندي، هاي الفيز مارجن الجديد الموجود عندي. الآن الديزاين بروسيجر، وهذه الحاجات المهمة اللي أنا بسويها، وهذه عبارة عن كوك بوك بروسيجر، يعني فيش فيها شطارة كثير. ايش اول حاجة؟ determine the frequency بدنا الاوميجا W1 at which the phase angle of GJ omega is approximately، بدي اجي اطلع الماينس 180 زائد الفي ام زائد بحط احتياط 5 ديجري. الان الفي ام زي ما حكينا بتساوي 100 في الزيتا، والزيتا بنجيبها من الاوفر شوت. الان بتطلع عليها قديش الفيز انجل الموجودة هان، بتطلع على الماجنتيود للجي جي او للجي اوف جي اوميجا دبليو واحد، يعني في هذا الفيز هان الماجنتيود، بتطلع على الفريكوانسي عندي اللي بسميها اوميجا دبليو 1. تشوز الان اوميجا دبليو 0 ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي بوينت واحد في اوميجا دبليو 1. الان عندي بدي اجي اطلع عليها الاوميجا دبليو بي، هاي الموجود عندي، ايش بدها تساوي؟ بوينت واحد في اوميجا دبليو 1 على A0 في الجي
اوف جي اوميجا دبليو واحد، يعني الماجنتيود اللي عندي، وهذه قلنا هي عبارة عن اوميجا دبليو زيرو على اي زيرو في الماجنتيود اللي جبته من هناك، فهيك بيبقى خلص الديزاين تبعي. الان باجي للسيستم اللي عندي، هاي الجي، هاي الجي بي، هاي الجي اوف زي اللي طلعت عندي. الان بضيف الفيز لاج كومبنسيتر، وهنا بعمل اي زيرو بتساوي واحد، وهنا تأتشيف فيز مارجن اوف 55 ديجري اللي عندي. الان باجي بتطلع عليهم، هاي اللي عندي، لقيت ايش؟ انه الزاويه اللي عندي هذه 100 ناقص 120، وهنا بطلع عقبالها بدي اشوف الاوميجا دبليو 1 بلاقيها 0.36، وبلاقي الماجنيتيود 2.57 الموجود عندي. وهنا بحسب الاوميجا دبليو 0 بلاقيها بتساوي 0.36، والاوميجا دبليو بي بدي يساوي 0.14، والكمبنسيتر تبعي الدي دبليو بدي يساوي 1 بلس اوميجا على 0.036 كله على 1 زائد اوميجا على 0.14 اللي عندي. طب الان لما اجي اطلع عليهم، هذا اللي بدي اطلع عليه التيبل. طلع اللي عندي ايش بلاقي؟ بلاقي انا عندي، انا بدي 120 اللي عندي، بلاقي 120.5 او 123 اللي عندي الموجودة. فانا باخذ يعني هنا ناقص 115، وهي ناقص 120، وهذا ناقص 123، باخذ اي قيمة اعلى من الناقص 120، اقرب قيمة ايش هي؟ ال 120.5. باجي بطلع هذا الفيز، باجي بطلع على الماجنتيود اللي عندي قديش بلاقيه هنا؟ بلاقيه 2.57، وبلاقي الاوميجا دبليو بتساوي عندي 0.36 اللي عندي. لو ما زبطش بدي اروح للنكست اللي هي ناقص 123.7، وبلاقي الماجنتو عندي 2.28، والاوميجا دبليو بتساوي 0.4. بس هاي الجدول اللي بتطلع عليه، هذا هو بسميه الفريكوانسي ريسبونس للبلانت، لازم اطلع عليه. او باجي للفريكوانسي ريسبونس للبلانت من الرسمه، بحط الماوس عندي في الماتلاب على الرسمة، بعطيني الزاوية على الزاوية اللي بدي إياها، بعطيني الفيز بعطيني الماجنتيود، وبعطيني الفريكوانسي at that point الموجود عندي. بس هذا اللي بدي أعمله. الآن لما باجي بطلع عليها، لقيت الجين مارجن عندي لهذه 16 دي بي، والفيرز مارجن تقريبا 55، معناته الديزاين كويس، فيش فيه اي مشاكل في هذا. هاي الفريكوانسي ريسبونس للسيستم الجديد اللي عندي في هذا المجال اعطاني فيها. When the implemented filter is used are the phase margin 70 degree design value اللي بدنا اياها 55، والجين مارجن 18 الديزاين فاليو اللي لقيناها كانت اللي حسبتها 60، يعني هذا نجح بامتياز. الان الفيز ليد، الفيز ليد الماكسيمم فريكوانسي اوكر ات اللي هو عكس الفيز لاج. الفيز لاج هناك لقيت ايش؟ الزيرو اجى بعد البول. هنا البول بيجي ايش للفيز ليد، هناك الزيرو بيجي قبل البول، هناك الزيرو لاج ذا بول، هنا الزيرو ليدنج ذا بول، يعني بيجي قبل البول في الرسمة عندي يعني. فهذا بيجي بتطلع عليها بقول الماكسيمم وقتش بحصل ات اوميجا دبليو ام اللي عندي. الاوميجا دبليو ام ايش بتساوي؟ السكوير روت للاوميجا دبليو زيرو في الاوميجا دبليو بي اللي عندي. الان الكنترولر اللي عندي هاي الشكل تبعه زي السابق، ما اختلفش ولا بحاجه، اختلف بس ايش؟ مين بيجي قبل؟ اللي هي الاوميجا دبليو زيرو بيجي قبل الاوميجا دبليو بي الموجود عندي. التانجنت هاي اللي حطناها، وهذه سميتها الفا، الانفرس تانجنت للاوميجا دبليو على الاوميجا دبليو زيرو، وهذه سميتها بيتا اللي عندي اللي هي الانفرس تانجنت للاوميجا دبليو على اوميجا دبليو بي الموجود عندي. وهنا استخدمت البروبرتي تبعت التانجنت في هذا المجال، وفطلعتها صار الشكل اللي عندي
التانجنت بتساوي على هذا الشكل، التانجنت لتيتا ام بتساوي نص في السكوير روت للأوميجا دبليو بي على الأوميجا دبليو نوت ناقص السكوير روت للأوميجا دبليو زيرو على الأوميجا دبليو بي. والماجنتيود هي معطى عندي، بلاقي الماجنتيود عندي تبع الكنترولر ايش بتساوي، اي زيرو في السكوير روت للأوميجا دبليو بي على الأوميجا دبليو زيرو. يعني بدي بعتمد على الثلاثة اللي هي اي زيرو أوميجا دبليو بي والأوميجا دبليو زيرو. هنا التان التيتا ام بعتمد على ايش، بس على الأوميجا دبليو بي والأوميجا دبليو زيرو. هاي شكل الديجيتال الريسبونس تبعنا للفيز ليد، هو عبارة عن هاي باس فلتر والبامب ايش اب، لانه الزيرو ليدنج بيجي يعني قبل البول يعني ليدنج البول. هاي عندي الاوميجا دبليو بي الموجود، وهي الاوميجا دبليو زيرو زي ما حكينا بعملها. هاي الكمبنسيتد، هاي الاصلي، يعني هنا ايش عملنا، انكريز الباند ويث تبع السيستم. هاي في خانة الفيز عندي، هاي الفيز اللي كان، هاي الفيز اللي عندي صار زود للسيستم. هاي ايش الخطوات اللي عندي بدي اجيبها، زي ما عملت قبل بدي اطلع عليهم. هاي السيستم اللي عندي بدي اجيب desired theta m is the desired phase margin at some frequency اللي عندي الاوميجا دبليو واحد، عندي هذا بدها تساوي واحد. وهي شكل الكنترولر الموجود عندي، شكل الكنترولر الموجود عندي بدي يساوي دي دبليو بدي يساوي اي واحد في الدبليو بلس اي زيرو على بي واحد في الدبليو بلس اي واحد. والاي زيرو احنا لو اخذتها لبرا تساوي واحد بلس اوميجا اللي هي الدبليو على اي زيرو على اي واحد، وهنا بدها تساوي واحد بلس دبليو على بي واحد انفيرس. الان البي واحد على بي واحد هتساوي ايش، اوميجا دبليو بي، والاوميجا دبليو زيرو بدها تساوي اي زيرو على اي واحد. يعني الان انا بدي اجيب الاي زيرو والاي واحد والبي واحد عشان اجيب الاوميجا دبليو زيرو والاوميجا دبليو بي. ايش اللي عندي، الماجنتيود تبع الكمبنسيتر بيساوي واحد على الماجنتيود تبع الايش السيستم ات اوميجا دبليو واحد. والفيز تبعنا ايش بدي يساوي، بدي يساوي 180 زائد الفي ام ناقص الفيز تبع البلان تبعي ات اوميجا دبليو واحد. ثيتا الان اللي انا بدي اجيبها ايش بدها تساوي، بدها تساوي الزاويه تبعت الكمبنسيتر اللي هي بدها تساوي 180 زائد في ام ناقص الزاويه تبعت البلانت ات اوميجا دبليو واحد. الان اي واحد ايش بدها تساوي، واحد ناقص اي زيرو في الماجنتيود تبع البلانت ات الأوميجا دبليو واحد في الكوساين تيتا اللي جبناه هان على أوميجا دبليو واحد في الماجنتيود تبعت البلان في الساين تيتا، والبي بنفس الطريقة نعملها. الآن فور فيز ليد تيتا بتبقى بوزيتيف، يعني إيش بدي أسوي، هاي البلانت اللي عندي الفيز تبعتها إيش بدها تساوي، بدها تكون أصغر اللي هي الفيز تبع البلانت أت جي اوميجا دبليو واحد بدها تكون اصغر من 180 او ناقص 180 زائد في ام. يعني بدي اجي اسوي فيهم واخذ قيمه اصغر من هذه، هذيك كانت ايش اكبر في هذا. also اللي عندي هاي من الكونسترينز اللي عندي ايش الماجنتيود اللي عندي للبلانت للكومبنسيتر ات اوميجا دبليو واحد بدها تكون اكبر من اي زيرو. الآن خطوة رقم اثنين، الماجنتيود اللي عندي هان بده يكون أصغر من واحد على اي زيرو للبلانت، هذا شرط. يعني أنا بدي لو كانت واحد الماجنتيود عندي بدي يساوي واحد، الآن لما بدي اطلع على زاوية أصغر وقت ايش الماجنتيود بتحقق مع هذه باخده. يعني لو جيت لقيت مثلا هان كان ناقص 180 زائد 60 زي قبل شوية بدي يعطيني ناقص 120،
جيت لقيت على ناقص 120 زي قبل شوي الماجنتود عندي كام 2.57. 2.57 بتصير اللي بتعطتني فريكوانسي 0.36 مش مقبول لانه اكثر من واحد على واحد، فبدأ انزل بالفيز لحديت ما ايش ما الاقي شرط الماجنتود اللي عندي هنا اتحقق. كويس، الان بي واحد must be positive، الكوساين تبع التيتا ايش بدي يساوي؟ A0 في الماجنتود at J أوميغا W1، هذه more strict than اللي عندي الشرط 2، يعني هذا الشرط تبعها أقوى من شرط 2 اللي عندي. نيجي لأكزامبل، A phase margin of 55 degrees is to be achieved، يعني بدي 55 وبدي unity DC. الآن الفيز نيد كومبنسيتر بدي أجي أطلع من تيبل 8.1، إيش بلاحظ هنا؟ الفيز اللي بدي اياه ناقص 125. الان الشرط الاولاني ايش بتقول؟ هذه اقل من ايش؟ من واحد. لو جيت انا تشوز اوميجا دبليو 1 1.2 اللي هي عندي في التيبل ايش بلاقي؟ الماجنتيود عندي 0.457 والزاويه ناقص 172.9. الآن تيتا باجي بعوض عن هاي 180 زائد 55 ناقص ناقص 172.9 بتعطيني إيش؟ 407.9. الآن أنا هذه لما بدي أطرح منها 360 درجة إيش بضل عندي؟ 47.9. الآن داجي أطلع على الكوساين الـ 47.9 إيش بدي أساوي؟ 0.670 وهذه أكبر من الـ 0.54. الآن بدي أطلع عليه في هنا إيش الشرط الأول؟ يعني إيش قال لي هنا؟ الكوساين تبع التيتا بدي يبقى أكبر من الـ A0 في الماجنتيود اللي عندي. طلع عندي هذه واحد وهذه 0.4 يبقى الكوساين هذا حقق الشرط، فالحل تبعي إيش بيجي؟ صحيح هذه أكبر من هذا. الآن باجي بعوض في المعادلات لأجيب قيمة A1 بي واحد، فطلعت عندي اي واحد بتساوي هالقد وبي واحد بتساوي هاي، وباجي بحطهم هاي اللي عندي بتساوي 1.7 وهنا 0.2، لما اجي اقسمها بدي تعطيني 0.5879 وهنا 4.18، هذا الاوميجا دبليو 0 وهذا الاوميجا دبليو بي الموجود عندي. الان بحوله للزي بتيجي عندي هاي قيمة الزيرو، هذا قيمة البول اللي عندي، والفيز مارجن اللي أعطاني اللي بدي إياه 55 والجين مارجن 12.3 الموجود عندي حسب الرسمة الموجود عندي. هاي الفيز لاج وهاي الإيش الفيز ليد الموجود عندي، وهاي الانكمبنسيتد سيستم لا الموجود في هذا المجال، هاي الرسبانس تبع الفيز ليد وهاي الرسبانس تبع الفيز لاج. الفيز لاج طبعا اللاج ببطئ السيستم، والفيز ليد والليد بسرع السيستم. هنا بلاحظ ايش هاي الاجوبه اللي عندي للاوفرشوت والستيدي ستيت ايرور والرايز تايم والباندويث لكل واحده فيهم. هيك يعطيكم العافية، وبنبقى فرجيناكم اكزامبل كيف نشتغل على الفيز ليد والفيز لاج. وزي ما حكيت هذه تكست بوك اللي عندي اكزامبلز، وهذه كوك بوك بروسيجر، يعني انت بتمشي فيها بتوصلك للجواب. ويعطيكم العافية.